ريكورد ياسير. حاضر الريكورد، حاضر ياسير، حاضر يا رودي. يبقى وزير ابريدج بقول له above the train station، اعلى او فوق محطة القطر. هنا هوت across عايزة from، between عايزة مكانين بعدها، يعني اقدر اقول the train station مثلا and the park او and the bank، المهم and ومكان تاني. يبقى ده في الحالة دي بستخدم between. next قلنا عايزة to، front عايزة of. تمام. يبقى اذا اختياراتي في حروف الجر هتعتمد على هل انا عندي from عشان اقول across، هل انا عندي to عشان اقول next، هل انا عندي front of عشان اقول له in، هل انا عندي كذا and كذا عشان اقول له between. تمام. مفيش، يبقى انا بستخدم حرف جر واحد اللي هو above. she chopped the vegetables by، قلت مع الهي والشي والات انا بستخدم اي سيلف على حسب. مع الشي بقول له herself، مع هي بقول له himself، مع الات بقول له itself. تمام. وقلنا ركز على جملة we اللي هي by ourselves، اما لو قلت محمد and I يبقى ourselves برضو. she chopped vegetables by، هقول له by herself. he had two of coffee، قلنا مع الكوفي بستخدم cups of coffee او cups of tea. number four، she went to the grocers to buy، لسه حلينها بالظبط، قلنا groceries to buy groceries. it delicious، قلناها من شوية يوسف قالها it looks delicious. I am going to the، دي جملة امتحان برضو، ده هي جملة امتحان، ده هي ده هي جملة امتحان، نركز عليه، علم عليها، علم جنبها كده، قول السير قال ده هي مهمة. I am going to the as I have a toothache، يبقى أنا بروح للدنتست لأن عندي ألم في الأسنان. يبقى I going أو I am going to the dentist because I have a toothache. What you do yesterday، حلتها جانا من شوية وقلنا What did you do yesterday أو where did you go yesterday، يبقى What did you do yesterday. يا رجلي، جملة الامتحان الخاصة اللي أنا قلت لكم عليها من شوية اللي احنا لسه شايفينها في جملة reads دلوقتي، نفس الفكرة، نفس الفكرة. كنا بنقول she reads a newspaper once a month، هنا هوت هقول ايه يا ياسمين. يا رجلي أناب، هتبقى تيكس، تيكس اناب، يبقى تيكس اناب. من ناحيه هي جرامر ومن ناحيه هي كلمات، علشان انا بستخدم الفعل تيك مع ناب، يبقى بقول يا رجلي تيكس اناب. النموذج اللي بعده سيمبل تيست 2، جمل الاختيار اللي فيه 51 ات ديليشس. يلا يا كريم، بقول له ات ايه ديليشس؟ ات لوكس، ات لوكس ديليشس. قلنا مع الهي والشي والات عايز اس، هي it looks delicious. today is cold، it's 20 ايه يا سارة؟ it's 20 degrees، degrees درجة الحرارة النهاردة 20 degrees. we are going to eat dinner at a nice، ايه يا سلمى؟ سلمى at a nice restaurant، restaurant يبقى الميلز الوجبات عامة في restaurant. number فور، مهند ساندي سلايز ذا فروت باي، ما هي ساندي يعني شي، ساندي يعني شي، يبقى مهند هير سيلف باي هير سيلف. هاو نقط كانز، هاو نقط كانز سيف تاني، هاو ميني، الصوت اللي طالع ده how many cans. number 6 احمد هاني، I go to ايه يا بابا؟ to have a haircut، a haircut. I go to barber's shop، barber's shop عن صالون الحلاقه او محل الحلاق. the actor autographs، جنى علاء جنى علاء signed، اسمها sign autographs. number 8، يلا يا بسمله، she going to wash her hair tomorrow، she going is. she is، مره اداني is وعايز going، ومره بيديني هنا going وعاوز is، يبقى she is going. تمام. نروح للنموذج الثالث، page 53،
نمبر 1 نمبر 1 ونركز شويه والنبي دي جمله امتحان برضو في الجرامر لو حاب يكتر لي في الجرامر هيجيب لي الجمله دي كمان يبقى واحده لازم بالاس وواحده زي ديت وي نوت جو تو سكول اون فرايداي اتس ا هوليداي عبد الرحمن السيد وي نيفر عمرنا ما بروح المدرسه يوم الجمعه ليه يا ابني اتس ا هوليداي دي اجازه It's a holiday. ممكن اجيب لك بطريقة تانية اقول لك the opposite of never is هتقول لي always. عكس never هي always. عكس never always. تمام؟ يبقى we never go to school on Friday. It's a holiday. Number two. حمزة. مجدي went to the dentist by. مجدي. المرة دي مجدي مش مجدة. ها؟ Himself. يبقى by himself. بنفسه. How cans of lemonade. تانية زياد. How many cans طالما عندي اس الجامعة يبقى بقول له how many مفيش cans of ده هي تمديني ليمونيد بس او ووتر بس او رايس بس يبقى انا بقول له how much الناس تركز شوية طالما عندي اس الجامعة يبقى انا شغال مع many مفيش اس الجامعة يبقى بقول له how much مع اسم السائل اللي عندي او الكمية اللي عندي زي ليمونيد او تي او كوفي وهكذا What are your يا رحمة What are your مفيش رحمة يلا يا لينا What are your hours What are your hours What are your hours بيقول لي from كذا to كذا يبقى What are your hours ما هي ساعات العمل لديكم It hardly ever جميلة برضو الجملة دي والله جميلة ما نشوف بقى تفهمنا من اللي فات ولا لأ فهمنا من اللي فات ولا لأ يلا من اللي هيجاوب ديت ترفع لي ايده اللي رافعين دولت رافعين دلوقتي ولا رافعين من الاول حصة انا رافع دلوقتي طيب انا عايز احمد عوض عايز احمد عوض احمد عوض احمد يا احمد كيف اجاوب انا ممكن اعرفها شيء طيب احمد عوض انا بقول احمد عوض انت رافع ايدك يا احمد طيب مروان وليد مروان معاك اتفضل رين اسمع يا بابا الكلمه ها رينز الاخيره ايوه كده رينز ده اهي اهي نفس فكره أيوة ريدز ايوه نفس فكره ريدز مع هي او شي او ات انا بقول ات هاردلي ايفر رينز طب لو قال لي نيفر برضو رينز لان نيفر قلت ما بتغيرش في شكل الفعل نيفر او هاردلي ايفر او سام تايمز بعدها اس في حاله وجود اي هنا الهي والشي والات في حالة وجود الهي والشي والات او اي اسم مفرد يبقى لو قلت علي جوز هبة جوز ات جوز يبقى دايما لوجود هي او شي او ات هختار الفعل اللي اخره اس خاصة في وجود كلمات ظروف التكرار الدالة على المضارع البسيط زي always ويوجلي ونيفر وهاردلي ايفر كلام ده كله يجي لي معايا مصدر يا مصدر بإس مصدر بإس في حالة وجود هي أو شي أو إت ولازم يجيب لي جملة من الخمسة في الامتحان عليهم نمبر 6 Do you go to a cafe حلينها 100 مرة عبد الرحمن أحمد تفضل How do you go to a cafe تمام نمبر 7 I am in the mood هقول له ايه هنا يا نور البرهامي فور سباجيتي فور طبعا in the mood for وقايلين نحفظ حرف الجر مع الكلمة in the mood for I'd rather خطيرة لانها مشروحة ومشروحة بزمة كمان مين اللي هيقولها محمد علاء go I'd better هنا go I'd better طبعا go لان قلنا ايد هنا اختصار هاد وهاد بيتر بيجي لي بعدها الفعل في المصدر اللي هو جو بس يبقى ايد بيتر جو
هوم من الأفضل إن أقوم أروح دلوقتي. I'd better go. I'd better go. تمام؟ هكمل. هنكمل إن شاء الله بقيت الصوت. هنكمل بقيت الامتحانات. هنركز على جمل الاختيارات بس في كل النماذج اللي باقية من أول بيج 40 اللي هي 54 من أول 54 لنهاية المذكرة اختياري بس. من 54 لنهاية المذكرة اختياري بس. حلو كده؟ حل بس اختياري؟ اختياري بس. حلو كده؟ قولوا حلو. حلو يا سيدي. ارجع لي بقى ترجع لي لي ارجع لي للمحادثات. ارجع لي ماشي سيب حضرتك بس قلت هنحل ايه عشان انا من 54 حضرتك. لنهاية المذكرة سؤال الاختياري فقط يا سلمى. تمام. حلو. هاجي بعد كده يا سلمى تقوموا راجعين لي يا حلوين فين اللي هي بيج 6. بيج 6 بيج ايه؟ 6. نعمل فيها يا سي نبص كمان بصة على المحادثات وشكرا على كده. تمام. نبص بصة على جمل المحادثات. نبص بصة على جمل المحادثات مع الاختيارات اللي احنا حليناها. الحصة الجاية هتلاقيني مفاجئك بامتحان او شكل الامتحان اللي انت هتمتحنه في المدرسة ونطلع منه اهم الجمل اللي موجودة عندنا يعني نحلها مع بعض. يبقى انت تدرب على الامتحان قبل ما تروح تمتحن ان شاء الله. واظن انتوا اطمنتوا النهاردة يعني 90% حتى على الاقل كده ولا ايه؟ ايوه ايوه سي. ماشي يلا باي باي.